تفاصيل أكثر مشاهدينا فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية على الساحة السورية. ينضم إلينا بلال الغاوي من محافظة حما مراسل اليوم. أهلا بك بلال. مساء الخير لكم ولسادة مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك بلال. كيف يبدو المشهد الآن في محافظة حما من الناحيتين، أو من التطورات الميدانية والإنسانية أيضا؟ نعم، معارك واشتباكات عنيفة تخوضها الفصائل العسكرية على جبهة أسليم والحميرات بريف حمص الشمالي، بمحاولة عديدة من قوات النظام من التقدم والتسلل أيضا على تلك الجبهتين بالتزامن مع شن غارات جوية، أكثر من 50 غارة يوم أمس واليوم على مناطق ريف حمص وحماة من قبل الطيران الحربي الروسي والسوري أيضا الذي يقلع من مطار حماة العسكري ومطار التيفور والشعيرات، إضافة إلى مطار حميميم العسكري طبعا، وسط قصف بالمدافع الثقيلة براجمات الصواريخ أيضا العنيفة التي استهدفت الجبهة والأحياء السكنية أيضا، لكن الفصائل العسكرية تمكنت من صد جميع محاولات تقدم قوات النظام على جميع الجبهات واستعادة السيطرة على جميع النقاط التي خسرها يوم أمس الفصائل العسكرية، إضافة إلى تكبيت قوات النظام والميليشيات الموالية له من خسائر في العدة والعتاد والأرواح والبشرية أيضا. لم تستطع قوات النظام من التقدم أيضا، كان هناك أسر وقتل وجرح في صفوف النظام وإعطاب وتدمير آليات ثقيلة يوم أمس مثل عربة شركة واغتنام تركس مجنزر. تمت انسحاب قوات النظام والميليشيات الموالية من تلك الجبهة القتالية، ولم تستطع قوات النظام على الرغم من شدة القصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة من غارات جوية عنيفة وصواريخ شديدة الانفجار مثل الفراغية والارتجاجية والعنقودية، أيضا تمكنت الفصائل العسكرية من قتل نعم بلال هل تسمعني؟ تمكنت الفصائل العسكرية من استهداف مواقع قوات النظام في الغاصبة والمشرفية فيها بالمدافع الثقيلة، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام والميليشيات الموالية له. في ريف حمص الشمالي تعرضت أكثر كما ذكرت 50 غارة جوية بجميع الصواريخ الثقيلة، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية والصاروخية والمدفعية الثقيلة، استهدفت كل من القرى الزعفرانة، المجدل، عز الدين، القنيطرات، ديرفول، تل الحمر، الكين، أسطيحات، أسليم، غيرها من القرى والمدن والبلدات في ريف حمص التي تعرضت إلى قصف عنيف جدا من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له. كان هناك وكأن هذا انتقاما مما يحدث مع قوات النظام وفشلهم من جميع محاولات التقدم على الريفين، وتركز القصف على المنازل المدنيين والطرقات الرئيسية مما أدى إلى دمار كبير في منازل وممتلكات المدنيين وممتلكات الخاصة، أيضا سقوط جرحى وشهداء في صفوف المدنيين. هناك إصابات خفيفة وهناك إصابات خطيرة أيضا. آخر التطورات من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، ألقت مروحية تابعة لقوات النظام براميل متفجرة على بلدة معارض حرمة بريف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى سقوط 4 شهداء و7 جرحى في صفوف المدنيين ودمار كبير التحق في المكان المستهدف. كان هناك حالة خوف ورعب أيضا عند الأهالي. أيضا شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، وأيضا الجيسات واللطامنة وحصرايا وتلعس. أيضا كان هناك قصف صاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفاية، استهدفت مدينة كفرزيتا ليلة أمس بالصواريخ تحمل قنابل الفوسفورية الحارق. أيضا جاء هذا الاستهداف بعد قام فصيل جيش العزة في ريف حماة العامل في ريف حماة من استهداف تجمعات قوات النظام والميليشيات الموالية في مدينة محردة والمحطة الحرارية. كما أعلن جيش العزة عبر موقعه الرسمي تم تحقيق إصابات في صفوف قوات النظام. أيضا ألقت مروحية أيضا براميل متفجرة على بلدة التمانعة وقرية معكبة بريف حماة وريف إدلب. وفي منتصف الليل هذه الليلة قصفت قوات النظام المتمركزة في بلدة معان الموالية أيضا لقوات النظام الأراضي الزراعية لمدينة خان شيخون دون أي وقوع أي أضرار. نعم شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. كنت معنا من محافظة حما مراسل اليوم بلال الغاوي.